نشرة والأخبار، أهلا بكم. بداية، أشرف أمس الوزير الأول أحمد ويحيى مرفوقا بأعضاء من الحكومة ومسؤولين من القطاع الاقتصادي، أشرف على افتتاح الطبعة 26 لمعرض الإنتاج الجزائري بقصر المعارض الصنوبر البحري الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 27 من الشهر الجاري. التظاهرة الاقتصادية المنظمة تحت شعار اقتصاد متنوع ونجاعة من أجل التصدير تتميز بحضور ولأول مرة القطاع الوطني للسيارات من خلال مشاركة 9 شركات لتركيب السيارات، حيث أكد الوزير الأول عزم الدولة على تنظيم سوق تركيب السيارات. منيا أحمد حراش. حضور قوي للمؤسسات الوطنية العمومية والخاصة في هذه الطبعة والموعد الاقتصادي الهام والبارز بالنسبة للمؤسسات المنتجة المحلية للتعريف بمنتجاتها والوقوف عند قدرة المؤسسة الجزائرية على المنافسة واستعادة ثقة المستهلك الجزائري. 8 قطاعات صناعية إنتاجية حيوية تعرض منتجاتها وتعرف بسياساتها للتسويق والإنتاج. الوزير الأول أحمد ويحيى طاف بمختلف الأجنحة وأروقة العرض ووقف عن قرب على أساسيات الإنتاج وانشغالات المؤسسة الجزائرية نوعية وتسويقا، ودعا المؤسسات إلى تحسين نوعية منتجاتهم لكسب ثقة المستهلك في الداخل والخارج. انفرتر كي فيه 40% ديكونومي دينرجي وفيها ان تكنولوجي ايفر فريش. ايفر فريش سي كوا ستادير كونسيرفي لي فروي ليجيم 3 فوا بلوس كان ريفريجيتور نورمال. ولدى وقوفه عند جناح السيارات الذي أدرج لأول مرة بمشاركة 9 وكلاء معتمدين بالجزائر، أكد الوزير الأول أنه لن يكون هناك استيراد للسيارات في الجزائر في الوقت الراهن، وأن قطاع الميكانيك سيضبط وعلى المؤسسات أن تثبت نجاعة اقتصادية تكون المعيار الوحيد للبقاء مستقبلا. Et ça passera pas. Nous n'allons pas manger les devises de l'Algérie en importation de kit. Il n'y aura plus d'importation de véhicules. Deuxièmement, le nombre d'assembleurs, inchallah, dans l'avenir fabricants, vous serez 5 pour l'automobile et 5 pour le camion. On ne va pas laisser se refaire l'histoire de l'alimenterie et l'électrique. Al-Hazmoura. الوزير الأول أكد أيضا أن السوق الجزائرية لا يمكن أن تستوعب العدد الكبير للمؤسسات المختصة في تركيب السيارات، ويجب المرور إلى مرحلة التصنيع الفعلية. Si on a arrêté d'importer 500 000 véhicules, c'est-à-dire 6 milliards de dollars, ce n'est pas pour importer 600 000 kits. Ça, 500 000 véhicules, c'était à l'époque des 194 milliards de dollars. Aujourd'hui, au mois de novembre, nous ne restons plus que 98 milliards. Donc, nous avons pu nous rendre le bas, malheureusement, mais nous avons pu nous rendre le bas. Et c'est un marché qui va être rétréci, enfin, les intervenants seront rétrécis, il sera monopolisé, et nous comptons sur ceux qui sont sur la place pour tenir la barre. الوزير الأول أحمد ويحيى وبالمناسبة أيضا وقف عند المستوى الذي بلغته الصناعات العسكرية الجزائرية التي أصبحت تمثل رافدا هاما من روافد الاقتصاد الوطني والصناعة، حيث طاف بمختلف أجنحة العرض التي تضمنت منتجات لمختلف مؤسسات ووحدات الجيش الوطني الشعبي الإنتاجية ذات الطابع الاقتصادي المختصة في مختلف المجالات على غرار الصناعات الميكانيكية والنسيجية والإلكترونية والعتاد الجوي والبحري. هي المراجعة العامة. اقتصاد متنوع وتنافسية في التصدير شعار الطبعة 26 لمعرض الإنتاج الوطني الذي أعطى الوزير الأول إشارة انطلاق فعاليته اليوم، وهو مرآة عاكسة لإمكانات وتطورات وطموحات المؤسسة الجزائرية التي أضحت تواجه تحديات مصيرية تقتضي تجنيد كل الطاقات والإمكانات لبناء اقتصاد إنتاجي متنوع وكسب رهان التصدير.
وعلى هامش إشرافه على تدشين المعرض وبخصوص العلاقات الجزائرية السعودية، رد الوزير الأول أحمد أويحيى بما يلي: باش تعرفوا نهار دخلت المرة الأولى القضية الجزائرية الأمم المتحدة في 55، سفير السعودي دخل بالإعلام الجزائري. عندنا قوانين تنص على احترام رئيسنا أولا وقادة الدول الأخرى. نوضوا هكذا في سخانة تاع ملعب، طبيعة الحال شيء غير مقبول. بارك الله فيكم. يشرف الوزير الأول أحمد يحيى غدا مع الأطراف الموقعين على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو على مراسم التوقيع على الميثاق المتعلق بالشراكة بين القطاعين العمومي والخاص. مراسم التوقيع ستجري بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين بمشاركة منظمات أرباب العمل المعنية من القطاعين العام والخاص. تحت إشراف وزارتي الاتصال والثقافة وتنظيم المؤسسة الوطنية للاتصال النشر والإشهار إلى جانب المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، تم الإعلان سهرة أمس بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال عن الأسماء المتوجة بالجائزة الكبرى آسيا جبار للرواية في طبعتها الثالثة. الجائزة الكبرى للرواية الناطقة بالعربية عادت للروائي مرزاق بقطاش ومصطفى زعروري عن الرواية الناطقة بالأمازيغية، إلى جانب الفقيد نور الدين سعدي عن الرواية الناطقة باللغة الفرنسية. سمية علوي. ونبدأ بالجائزة الكبرى آسيا جبار باللغة العربية. تحت وقع الإثارة والتشويق، تعرف جمهور الحضور على أسماء الفائزين بالجائزة الكبرى آسيا جبار للرواية. رواية مرزاق بقطاش المطر يكتب سيرته فازت من بين 24 عنوانا باللغة العربية. أما اللسان الأمازيغي فقد توج بالجائزة عن رواية هذا أملي وصاحبها مصطفى زروري. لجنة التحكيم وجدت المعايير التي يبحث عنها أي مثقف، فإلى جانب اللغتين الوطنيتين العربية والأمازيغية شاركت كذلك الرواية الناطقة باللغة الفرنسية، لكن القدر شاء أن يرحل نور الدين سعدي قبل أن يعيش لحظات الظفر بالنجاح بإحدى أكبر الجوائز الأدبية في الجزائر. Les délibérations ont eu lieu avant l'annonce de son décès. Donc son décès n'est absolument pas entré en ligne de compte dans l'évaluation de son œuvre. C'était une œuvre d'une excellente qualité, aussi bien du point de vue de la préciosité de la langue que du point de vue de la complexité de la structure narrative, comme je l'ai dit. C'était un être d'une très grande qualité intellectuelle, morale et affective. هذه الطبعة الثالثة عرفت مشاركة 71 عنوانا موزعين على مختلف الأصناف الأدبية. الجائزة نظن فرضت نفسها في الساحة الثقافية الجزائرية. هي تعد الآن أكبر جائزة في الميدان تاعها، يعني الرواية لو رومان. هي تمنح فيه في ثلاث لغات، العربية والأمازيغية والفرنسية، وتمثل نوعا ما كل ما كانت آسيا جبار، يعني جزائرية أصيلة ومتفتحة للثقافة العالمية، وكانت سفير الثقافة الجزائرية في الخارج. الجائزة يعني الآن لما وصلت الطبعة الثالثة، بمعنى هذا أصبحت جائزة مكرسة في الحياة الثقافية وفي المشهد الأدبي الجزائري، أنها جائزة تحتفي برواية الفائزة سواء بالعربية أو بالأجنبية أو بالأمازيغية، هذا مهم جدا. نأمل إن شاء الله أن تشرك فيها مؤسسة آسيا جبار، حتى يعني يكون الاحتفاء بآسيا جبار وبمؤسستها وبالأدب الجزائري والعالمي، ولما لا. الجائزة الكبرى آسيا جبار للرواية باتت تقليدا يرمي إلى الارتقاء بالأدب الجزائري والدفع به نحو العالمية. تمكنت مساء أمس فرق الحماية المدنية من إخماد حريق نشب وسط عمارة رقم 107 في حي شارع شهداء بالجزائر العاصمة.
الحريق تسبب في خسائر مادية بالطابق الثاني للعمارة، في حين لم تسجل مصالح الحماية المدنية أي خسائر بشرية أو إصابات، والتحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحريق الذي يرجح أن يكون بسبب شرارة كهربائية. فور تلقي النداء من طرف مصالح الحماية المدنية على الساعة 18:54 دقيقة، وجهت جميع الإمكانيات وجميع الوحدات لهذا الحريق، بحيث تم إرسال 7 شاحنات إطفاء وسيارتين إسعاف وشاحنة ذات سلم الميكانيكي للقضاء على السيطرة، والحمد لله سيطرنا عليه بدون خسائر، أي خسائر بشرية، هناك خسائر مادية. واللي زاد أثر على الحريق هو اللي تسمى أنه بناية كولونيال قديمة. إلى ملف القضية الفلسطينية، وبعد أن صوت أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة لصالح مشروع قرار يحث الولايات المتحدة الأمريكية على سحب اعتبار القدس عاصمة للاحتلال وضرورة الحفاظ على طابع مدينة القدس ومركزها وتركيبتها الديمغرافية، حيث جاء التصويت بموافقة 128 دولة مقابل رفض 9 دول وامتناع 35 عن التصويت، وفي الوقت الذي توالت ردود الفعل المرحبة بوقوف المجتمع الدولي لصالح الشرعية الدولية، تحدث واشنطن القرار زاعمة أنه يضر بمصداقية الجمعية العامة للأمم المتحدة. تتواصل لليوم الثاني على التوالي الجولة 8 من محادثات أستانا بين وفدي الحكومة السورية والمعارضة بمشاركة كل من روسيا، إيران وتركيا، بالإضافة إلى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان ديمستورا. ومن المقرر أن يناقش المشاركون خلال هذه الجولة عدة مواضيع هامة، أبرزها إقامة مناطق جديدة لخفض التصعيد. هذا وقد أعربت روسيا عن أملها في حدوث تقدم في هذه المحادثات من أجل بعث الحوار السياسي ووقف النزاع. ونختم معكم نشرتنا من ولاية تيرت وتحديدا منطقة فرندا، حيث مغارة مؤسس علم الاجتماع عبد الرحمن بن خلدون. الموقع مصنف كمعلم تراثي وطني منذ 1968، ولا يزال شاهدا على كتابة مقدمة ابن خلدون الشهيرة. روبورتاج سعيدة معيوف وغنية وعدية هذا التقرير. بتاو غازوت المعروفة بقلعة بني سلامة تقع مغارة عبد الرحمن بن خلدون التي شهدت ميلاد أولى لبنات علم الاجتماع البشرية. هنا قضى ابن خلدون 4 سنوات كاملة في كتابة المقدمة وكتاب العبر. هو موقع مصنف وطنيا ومشهور عالميا، يقع في الجنوب الغربي لدائرة فرندا على بعد 6 كيلومتر، وعن ولاية تيرت ب 56 كيلومتر، وهي مدينة قديمة جدا أقيمت فوق قمة صخرية، وهذه القمة التي نشاهدونها أمامنا. سكن الإنسان القديم مغاراتها إلى غاية فجر التاريخ، حيث يرجع تاريخها إلى حوالي 72 سنة قبل الميلاد. بعد ذلك سكانها الأصليين هم الأمازيغ، هم من أطلقوا عليها اسم تاغزود. اختيار ابن خلدون لهذا الموقع حسب المؤرخين لم يكن لجماله وحسب، وإنما لكونه يطل على سهل كان ممرا رئيسيا لشتى قوافل العرب والبربر. المعلم التاريخي سيشهد عملية إعادة تأهيلا لاستقبال أحسن للزوار. إنجاز الطريق الذي يفك العزلة وتسهيل حركة المرور أمام الزوار، إدراج هذا المعلم للحفاظ عليه وتثمينه، كونه يؤرخ للهوية الوطنية. لماذا؟ لأن هناك يعني قبائل محلية مورية يؤرخ لهذه المرحلة. مغارة ابن خلدون يمكن أن تكون في يوم ما مركزا تاريخيا وقبلة للباحثين عن آثاره، حيث يعد من أبرز العلماء العرب في العلوم الاجتماعية. أشكر لكم كرم المتابعة مشاهدينا، جمعة مباركة، إلى اللقاء.